مسلسلات كرتون وعامل الحاجات من الثلاثينات والاربعينات زي كده المصريه عشان طلب السينما بيدرسوا سينما وعندي حاجات زي كده معاك كان زمان ايه ده سينما بانفليت مريم فخر الدين كل حاجه في مكان السينما الصامته يعني عامل كل مجالات السينما القديمه اي يوم مجلب خلال السنة بحاول على قد ما اقدر اجمع المجلد العزيزي وعامل ناحية التانية حتى عندي في المعرض سوزا ناحية التانية عندي في المعرض عندنا اي صور فوتوغرافية قبل ناس التوان حتى بحب حاجة أجنبي دكتور احنا عملنا تجميع للفكرات اللي هي كل علاقه السينما في جميع الجهات سواء في محاضرة الثقافه او في قطاع النشر الخاص وجمعنا عملناها اقسام القسم اللي هي رمضان فيها صدق عن يا واد يا واد ايه جدع برافو عليك بس سامح انا شغل معلش كويس المعرض ده يوميا في فيلم البركه جديده اهلا بحضرتك يا مرحبا اهلا بحضرتك ازي حضرتك اهلا بيك هي اخبار الاقبال ايه بص انا مبسوطه جدا طبعا حضرتك جاي دلوقتي احنا مبسوطين ربنا يخليك انا جاي عشان الماتش مخصوص ربنا يخليك قلت مش هيبقى فيه مكان وكل زحام الا دلوقتي عشان كده جيت دلوقتي في المهرجان وفي المعرض كله هايل انا شايفه انه كله هايل بس افتح كده وحش خلاص عارفين والله كلمه السر كلمه السر الافتتاح كان وحش سيدنا اشتكي مش مهم مش مهم طبعا هنزيع سنبكم شوية